بعض الناس هدانا الله إياه يعلق على البيوت، على السيارات، على الأولاد أشياء منها. جيجوك موكو ما إيودوكا جيكتو جيك موكو يجيجي كاتي يوتجي كاتكو مثيلو جيك مشالكا كايريزي يضع قرون رأس الثور مع القرون جيكتو نكتونج ديان جينا ويودي يضع قطع من الحيوانات جيكاو كرا بات مارا لي مورا مورا كرا تشو كتو كتي غاري يضع حوت سمك ونيلو كاو كرا من السمك ريج او كتي غاري يضع عين كرا من جيجي نيريزي مورا كف كرا كف بعض الخرق القديمة السوداء كاتا جيك موكو ماي موليل ما مارو تينجي يضع ايضا اشياء ياخذوها من البحر كيتو جيك موكو ما بيدو يودي او يودي جي اوغونغو نو يودي نان لماذا تضع هذه الاشياء انغومي جيك كيتو جيك غاري كاتا كوم نيا في كاتا يودي هل لانها اسبابا في دفع العين ما جي جي سبابو موندو انغومو تيمري نقول هذا الشرك اصغر وان واجني ما جي جي شركي مادو مادونغو كينو ماتيندو واذا يعتقد ان هي بذاتها تدفع الشياطين وتدفع الجن وتدفع العين هذا هو الشرك الأكبر. توكابو نونا نيجي هي نيجي ميماني موروني كوكيتو كمانو توجيجو جيجو غولو ساتان دل مانو شركي مدوم سانا. النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد، لديه بيت، لديه دواب، لم يضع شيئا من هذا. إن بدنا نيجي ثين دون نيجي وودي دون نيو كوكيتو جيك ما جالو كمانو كوم. من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala.